منعا لتدخل الغرب أم خوفا على مصالحها العسكرية وقواعدها هناك، أم خوفا وخشية من انتقال هذه الاضطرابات للداخل الروسي؟ هي ستنتقل إلى دول، يعني القراءة التحليلية يبدو أنها ستنتقل. طبعا آسيا الوسطى طبعا لا تريد أن يدخل أحد سواء من الغرب أو من الأتراك أو من غيرهم إلى هذه المنطقة. فلذلك هي يعني عانت روسيا من مثلا أوكرانيا ذهبت باتجاه أوروبا. نعم. وطبعا حلف الناتو، ولكن يقولون بأن كازاخستان يختلف وضعها عن أوكرانيا بسبب الجغرافيا. كازاخستان بعيدة عن الغرب. نعم. وهذا عامل مهم ربما. يعني طبعا تختلف الجيوسياسية. نعم. لكل دولة لا شك. لذلك هي تريد يعني أن تسيطر عليها قبل أن يكون هناك أي مفاجأة أخرى أو احتمال. يعني إذا كان هناك احتمال مثلا 90% أن تبقى تحت سيطرة الروس و10% أن تذهب باتجاه آخر، هم طبعا أدخلوا القوات الروسية، أدخلوا المدرعات وأدخلوا كل شيء إلى الأراضي. ولاحظت أيضا من خلال الصور الموجودة في الأخبار أن العربات التي دخلت إلى الأراضي الكازاخية بدون أي نمط.